سلام البنات، كقيالين لاباس عليكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى الاحوال ديالكم تكون جيده. كما كتشوفوا البنات، اليوم جيت باش نتقاسم معكم مشتريات اللي اشتريت مؤخرا. صحيح هما ماشي مشتريات كثيره، لكن غنتقاسم معكم اللي كاين. كذلك هما ماشي كلهم من ماركات، يعني بياسات قليله اللي شريتهم ماركات، الباقي كلهم تيندات عاديين، لكن مختارتهم بالضبط. كما كتعرفوا لان كورونا وظروف كورونا، فانسان ما كيقدرش يتنقل بزاف، ما كيقدرش يمشي لسنتروس كوميرسياليز بزاف، ما كيقدرش يختلط بالناس بزاف. فمؤخرا ما كنتش كنمشي، يعني صراحه ما كنتش كنمشي حتى هاد يومين. مشيت لان الرباحات وصلت 70%، فمشيت باش نشوف شنو كاين. فصراحه ما صيفطتش شي حاجه اللي كتحمل الوجه، ما حتى الفيديو كنت باغي نعمل الفيديو باش نوريكم يعني شنو كاين. ما صيفطت ما نصور صراحه، حتى الحوايج اللي عاد دخلوا هاد العام يعني ديال هاد الصيف هادي اللي هما جدادين ما عجبونيش. ما عرفتش، ربما اصلا ما نتجوش هاد العام، ربما كان عندهم داكشي اللي كان مخزن طلعوه يحطوه، ربما ما نعرف. المهم ما عجبني حتى شي حاجه. بعض البياسات هكا خديتهم فقط، فانا غنتقاسمو معكم. في نفس الوقت انك ما كيمكنلكش تقيس، لان هما كيحاولوا يتجنبوا ديك مساله ندخلوا لنفس المكان، نفس المكان يتردوا عليه بزاف الناس، فما كنقدروش نقيسو. اذا كيصعب عليك الامر انك تشري، يعني تعرف الحاجه واش غتجيك مزيانه ولا لا. فانا كنت كنقيس في وسط التيندا، يعني قبالة المرايات اللي موجودين برا، فما كنتش كنقدر نقيس يعني بعض الالبسه. كنت كنقيس مثلا كساوي فلادي شي حاجه من الفوق، لكن سراول ما كنتش كنقدر نقيسهم. فانا اشتريت اللي قدرت نشتريه، هو اللي غادي نتقاسمو معكم. في نفس الوقت نتوما ولا كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات، ما عليكم الا تخبروني وانا نتقاسم معكم مستقبلا، سواء كانوا مشتريات او تنسيقات للالبسه. والان غادي نوريكم كل اللي انا شريته، غادي نقول لكم الاثمنه ديالو ونلبسو. فاول بياسه معنا غادي تكون كسوه اللي شريتها من H&M. هي هادي كما كتشوفوا، التوب ديالها رائع، عندها التوب مرخي وبارد في نفس الوقت ترطاب، يعني ليق في هاد الوقيته هادي، لان الحراره بزاف وكخش شي حاجه هكا، وفي نفس الوقت جايه واسعه يعني فضفاضه هكا، يعني ماشي مزموته على الجسم. كتجي طويله هاد الكسوه، كذلك كتجي في الوسط، عاملين لها لاستيك في الوسط، الكمايم ديالها كيجيو طايحين. صحيح هي جاتني كبيره شويه، ولو انها الطايه ديالي جاتني شويه كبيره، لكن ملي كنحزمها ما كتبقاش باينه. هانتوما كتشوفوا اللي مع العلم انه هو هذيك هي الطايه ديالي، ولكن هي راه كتجي هكا، كتجي واسعه. الثمن ديالها كانت كدير 29.99، ولا 22. هذه اول بياسه غادي نلبسها لكم. اول بياسه هي هذه، نحاول نرجع لكم اليوم باش تشوفوا. كي كتجي عندها هاد الفتحة هادي، كتفتحها كيما بغيتي، تقدا لي بغيتي، بغيتي يعني تسدها كاملة كيما بغيتي. هانتوما كتشوفو كي كتجي، كتجي رائعة، كتجي كلاس هاد الكسوة. في نفس الوقت يعني التوب ديالها، لأنه هاد الخيط يعني كيجي بارد وكيت مرخي، يعني ماشي مديوش على التكناش بطبيعة الحال، لأن من شريتها كانت مخبعة في البولصة، فبقات مكلمشة. هانتوما كتشوفو كي كتجي، كتجي واحد الكسوة رائعة، وفي نفس الوقت تناسب حتى البنات الحجاب، يديرو غير شي حاجة من هنايا تحت منها ويسدوها صافي وتجيهم مزيونة. صحيح أنا حوايجي ماشي ناس الحجاب، لكن اللي كيناسبو شي حاجة يمكن يعملها. صافي هادي هي الكسوة، لبستها مع هاد السنغالة كيما كتشوفو.
هي غادي نخلي اللبسات كلهم نخليها تصنداله معاهم لان غتجي مع كل شيء باش ما نبقاش نبدل. في نفس الوقت درت معها هاد الحويلقات ها هما كما كتشوفوا ها هما كيجيو حتى هما كيجيو لي مع كل شيء. كيتمكنكم تهزوا الساك معها كيف ما بغيتوا، بغيتوا تهزوا هكا بغيتوا كتهزوا هكا كيجيو مزيون، اولا كتعلقوا كل واحد وكيفاش كيعجبو الساك. هانتي هادي هي اللبسة كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كذلك تالي بياسة غادي تكون كسوة اللي كتجي طويلة وتوب ديالها تا هي كيجي بارد ومرخي وكتجي مزوقة بالالوان، لكن الالوان ديالها صراحة رائعة. الثمن ديالها شريتها ربا 12 أورو. كذلك كما كتشوفوا البنات عندنا هاد الكسيوة هادي تا هي كتجي رائعة هاد الكسيوة والثمن ديالها ماشي غالي، هادي كدير شحال 12 أورو كنت شريتها. هانتوما كتشوفو كتجي هكا كيجيو فيها هاد القفيلات هكا بالنسبة للناس اللي كيعملو الحجاب فغتناسبهم. كتجي من اللورا عندها هاد الفتيحة هادي كتساد بها الخويطات هكا صافي، وكتجي ساند بحوالا هكا تا من تحت كتجي بويلة. كيجي ستيل ديالها كيحمق، الألوان ديالها تا هي مزيونة. البستة تا هي مع هاد الصندالة كيف كيف نفس الشي مع هاد الصندالة هادي. غادي نكبر شوية الكاميرا هانتوما كتشوفو كيف كتجي، كتجي هكا تجي مزيونة تا هي مع هاد الصندالة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. كذلك يمكننا نحيدو هاد السليطة ديالها، أنا كيعجبني نديرها مع هادي ونديرو لها هاد السليطة كتجي تا هي مزيونة. هذا الحال نهزو السويك ديالنا، نهزو السويك اما هاد القميجة فهي تا هي واحد القميجة اللي باردة. توب ديالها مزيون، فيها جوج انواع ديال التوب كما كتشوفوا، كاينه هذا والباقي عاوتاني توب اخر. انا ما كنعرفش الانواع ديال التوابات. تا هي عملوا لها رباخه، الثمن ديالها 11 أورو. كذلك كاينه هاد الفلضه هادي اللي هما دارجين بزاف هاد العام، هادي كتجي هاد القميجه هادي بهاد الفريفلات اللي هما دارجين هاد العام بزاف، حتى العام اللي فات كانوا دارجين. كتجي بهاد القفيلات هنايا صغيورين. بالنسبه للثوب هي فيها جوج الثوب، ما عرفاش هاد الثوب كيجي هكا كيجي رطب وكيبري شويه، عندها هنا وعندها هنا وعندها في هاد البارتي هادي اللي هنايا، والباقي عنده واحد الثوب اخر اللي كيجي بريرد مع هاد الفالده هادي اللي هما دارجين هاد العام اللي كيجيو مزوزين من التحت و مزوزين من القدام. كيجيو هكا كيجيو مزوزين من القدام و طوالين من اللور. كذلك الشي اللي دارج هاد العام مع هاد السميطة هادي اللي جات معاها، ما بغيتش نحيدها بحكم يعني جاتني مناسبة مع مناسبة مع الساك. كتشوف يعني كتجي مناسبة مع الساك فخليتها، وكذلك كيجي يعني مناسبة مع الصندالة. كنعمل لها هاد الحلقات هادو ها هما ديال نفس الماتيريال، كيجيو مزيونين. كتكون هادي يعني ما غاديش نزيد شي حاجة في عمقي ولا في يدي، ممكن نزيد بوتمات يا
يعني هادشي كافي. نتوما كتشوفوا لبسه كي كتجي تجي مزيان. اوكي عجبوني هاد النوع الفلا ديالنا وشي بدارج العام. كنتمنى تلال الاعجاب ديالكم. الثمن ديالها كنت قلت لكم كدير 14 اورو ولات كدير 12 اورو. وتشاكيطا كانت كدير 12 قلت 13 ولات كدير 11. كما كتشوفوا مع نفس القيمجة كيمكن نديرو هاد الفلدة فهي من نفس النوع ديال الفلدة الاخرى غير هاديك الاخرى يعني مسدودة من هنا ومسدودة. هادي محلولة هادي محلولة يعني ولا كتخافو من هاد الحلة ديالها فكديرو لها واحد الفلتة وصافي هكا كتجي. تاهي كتجي بنفس الطريقة كيجيو مزيونين هاد الفلادي. تاهي مع نفس الصندالة نفس كلشي كيمكن توصلو ليك عاوتاني معاها كتجي مزيونة لبسة. هانتوما كي دايره عندي كفرافة في الجناب كعطيها واحد الميوتة مزيونة هكا عندها كتسد من هنايا. هادي لبستة هادي كدير شحال 10 الأورو. هادي 10 الأورو باش شريتها يعني كتجي مزيونه في البيسه. صحيح هي قصيره يعني الناس اللي ما كيلبسوش القصر يعني ما غتناسبهمش لكن كتجي مزيونه في البيسه ديالها. كما كتشوفوا عندنا هاد الكسيوه هادي حتى هي كتجي بنفس الطريقه ديال القميجه. عندها هاد الرفيفرات هنايا راكم عارفين دارجين. عندها هاد القفيلات هنايا هاد الخشب كتجي مزيونه. هاد الكسوه كتجي فينا وفي نفس الوقت هي رخيصه ماشي غاليه كدير غير 10 اورو. صحيح هي قصيره بالنسبه للناس اللي ما كيلبسوش القصير فما غتناسبهمش لان كتجي قصيره هكا. حتى هي لبستها مع نفس الصنداله فكتجي هكا قصيره كتجي مزيونه في اللبسه بزاف كتجي فيها الانوثه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم حتى ليا كذلك. عندنا هاد الكسيوه هادي اللي كتجي طويله الفلده ديالها كيجيو فيها ديك بليات اللي دارجين في الفلادي مؤخرا. كذلك فيها حتى هي فيها رفيفرات كتليق النهار والليل واسعة بزاف. عندها لاستيك في الوسط ديالها. الثمن ديالها شريتها 22 اورو. كذلك عندنا هاد الكسيوة هادي حتى هي كتجيب هاد الرفيفرات هكا كيجيو من القدام ومن اللور كيجيو مزيونين. تاهي هاد الكسوة كتجي رائعة. هاد الكسوة كيمكن لك تلبسها في النهار كيما كيمكن لك تلبسها في الليل. كتجي هكا كتجي طويلة تاني تحت هي تاني لبستها مع هاد الصندالة كيمكن لك تلبسها هكا للنهار وتعمل معاها نص الساق تاع هي كيمكن لك تلبسها في النهار. كذلك كيمكن لك تلبسها في الليل تغير السلطة تغير الساق والصبر وكت كيمكن لك تلبسها في الليل أو شي مناسبة أو شي فيشطة. هانتي كيمكن كيجي هاد ديالها كيجي واسع كيجي مزال كسيوة. كذلك عندها التبطيل من تحت التبطيل ديالها هو متلايك واصل يعني مغطية مع ماشي من هاد كاو ولا شي حاجة. التبطيل كتجي مزيانة في اللبسة. كذلك عندنا هاد الفليضة اللي عندها جوج الوجوه. وجه واحد كان كيناسب النهار اللي كيجي مسلم والوجه الثاني اللي كيجي فيه بحال السقه اللي هكا بحال شي حاجه كتبري. والريضان تحت اللي كيناسب المساء والحفلات. الثمن ديالها 22 اورو. هاد البياسه حتى هي مزيونه. شريتها كتجي واسعه هكا شريتها باش نعملها مع الفلده الكحله. كذلك ممكن دار مع الجين
كدير 8 ديال الاورو. اما هادي فكتجي رائعة مع الفلادي، فكتجي التوب ديالك كيجي بارد مرخي، عندها الديطاي هيدا في الكتفين. الثمن ديالها 10 ديال الاورو. كذلك عندنا هاد التويكطا هادي اللي كتجي رائعة رائعة بصراحة، باردة. عندها هاد القفيلة هادي دي في الكتاف اللي داير بحال الخشب، فهاد العام بزاف كيدخلوهم بزاف في الحوايج. كنلبسها مع هاد الفالدة اللي سبق وذكرتكم انها دابا كنعملها في النهار، كنعملها على هاد الجهة هادي اللي فيها مسلم. كنلبسها مع السبرديلة، كتجي رائعة مع السبرديلة. كذلك كنحتفظ بنفس الحلقات ونفس الساك. كذلك ممكن نزيدو لها الطربوش، فهكذا كتجي هاد اللبسة، كتجي رائعة أنيقة وفي نفس الوقت مريحة. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم هاد البيسات اللي عملت لكم. كذلك عندنا هاد التيشورت حتى هي كتجي مزيونه، كتجي مع نفس الفالده حتى هي، يمكن يلبسوها بعض الدقه ويمكن نقشيوها من الداخل عادي. تاهي كنلبسها مع السبرديلة، تجي مزيونة مع السبرديلة بنفس الطريقة. تاهي كنا نلبسوها مع السويات، نفس السويات، نفس الطريباش، نفس كلشي، يعني كتجي مزيونة، كتجي لبسها مزيونة. هاد التويكطا هادي كتجي سامبل، باردة، التوب ديالها مرخي. فشريت انا هاد السروال ديال البيجاما اللي كيتباع في بريمارك بسبعة الاورو، لكن كيتباع بوحدو يعني عاد كيخصك تختارلو يعني شي تويكطا اللي تناسبو. فانا ما صيبتش في بريمارك، فاضطريت انني نشري من كيندا اخرى. كذلك هاد التويكطا اللي شريتها رخيصة، يعني كدير غير 4.50 كما كتشوفوا، بريردة اللي شريتها من الدار. ما غنخرجش بها ولو انها راه تجي مزيونة حتى للخروج مع الجين، تجي غزالة مع الجين زرق، تجي كتحمق هاد اللون كيجي مع الجين. لكن انا شريتها هاد السروال البيجاما اللي كنت شريتو في بريمارك، فما لقيتلوش في بريمارك شي حاجة اللي تناسبو، فهادي شريتها غير مدينة ديال تشينو، شريتها باش تناسب مع هاد السروال هذا. السروال كنت شاريه من قبل، السروال شريتو قبل كورونا، شريتو هكا كديك سبعة الأورو، هكاك سبعة الأورو شي حاجة من بريمارك. هانتوما كي كتشوفو كتجي مزيونة، كتجي بحجاب خفيفة فهاد الصايب هذا. بيجامات ولا بغيتو شريتو بستة وشي حاجة، ستة وشي حاجة هكا. أنا غنوريهم لكم تا هما لي كيهمو الأمر. بطبيعة الحال ديال الصيف كيجيو هكدا، كيجي الشريط هكا ديالها بادي وهادي، حيت كنت طاويهم كمشين، وهادي هي كمستة ديالها باردين مرخيين غزلان كيجيو في اللباس. هذا واحد اخر، هذا الشورت حتى هما غنلبسوهم، ولكن ما غنوريكمش تحت، غادي نحاول نقطع تحت عليه وصافي. شوف ها انت شوف الماتيريال كي داير، كيحمق يعني بارد، ملي كتلبسهم كتحس بحال ما لابسه حتى شي حاجه. هذه اول بيجامه لي بالشورت، فكتجي هكذا يعني التوب ديالو مزيون بارد، كيناسب هاد الوقيته هادي ديال الصيف،
كيمكن لكم تلبسوهم في النهار كما كيمكن لكم تنعسوا بيهم. كما كتشوف كيجي عنده واحد خويطات هكا في الشورت كيتربطوا بيهم، كذلك كيجيو عندهم واحد القفيلات هنا ونفس التوب اللي في الشورت عاملينه في جهه الكتفين، فهم مزيونين ورخاص. هادي تاني بيجامة تاهي بالشورت، فهي نفس الماتريال الاخرى، تاهي كيجي التوب ديالها بارد. كتجي تاهي في الشورت ديالها عندها ديك الويسو اللي كيتسد به، نفس الشي بحال بحال الاخرى، كذلك عندها قفيلات هنايا باردين هاد الفترة. كذلك عندنا هاد السويك اللي دارجين بزاف هاد العام، فمخدوم مزيان، كيمكن لك تهزو كيما كيمكن لك تعلقو. صحيح هو صغير شوية لكن كيجي رائع في اللبسة، تمن ديالو 13 أورو. كاين هاد السميطة اللي كدير 5 أورو، تاهي شريتها باش تناسب مع الصاك ومع اللبسات اللي غنلبس. ايضا الطربوش لان كاينه الشمس بزاف. كذلك شريت هاد الحويلقات اللي نفس الماتيريال ديال الساك والسمطه، باش نلبسو مع نسقو مع الالبسه اللي غادي نلبس، كيعملوا 4 الاورو. ايضا شريت هادو اللي هما مزيونين بزاف، كيمكن لك تلبسهم في النهار كما كيمكن لكم يمكن لك تلبسهم بالليل. مع هذا اللباس كله هذه كدير لكم شريتها ب 30 أورو هكاك. بطبيعة الحال راني لبستها انا ما كنلبسهاش الا حوايج كنشيلهم كنلبسهم في البلاصه. هكا البنات كنكون نهيت معكم فيديو اليوم، وريتكم كاع الاشياء اللي شريتها مؤخرا، وريتكم كيفاش كان لبسة. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ولا حبيتوا نعمل لكم هذا النوع الفيديوهات نعمل لكم مستقبلا يعني تنسيقات اخرى لألبسة اخرى، فما عليكم الا تقولوا لي فانا راه الاشاره. فممكن نعمل من الحوايج اللي باقين، كاين بزاف الحوايج باقين حتى هما باقين دارجين على موضه، يعني منكم التنسيقات ديالهم. في نفس الوقت نهار اللي ما تبقاش كورونا ان شاء الله ورجعوا نبقاو نمشيو ميركادوس ونتحركوا بالراحه ديالنا، نرجع نشري الحوايج كذلك ونوريكم يعني شنو كاين، لان كما كتعرفوا الامر شويه صعيب دابا. كما قلت لكم في الاول راه ما كيخليوكش تقيس، ماشي كلهم ولكن اغلبيتهم ما كيخليوكش باش ما تدخلش نديك بلاصه تقياس، يدخل هذا ويدخل هذا، فهما كيتجنبوا اي خطر، خصوصا ان العدد ديال المصابين بدا كيرتفع مره اخرى. فهنايا كنقول لكم شكرا للتواجد ديالكم ومحبة ديالكم، واي واحد باغي ينضم للعائله ديالنا مرحبا به، فهو على الراس والعين. وشكرا ومع السلامة في فيديو تاني إن شاء الله.